السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. دلوقتي لو أنت رحت السوبر ماركت ولقيت فيه نوع من الشوكولاتة عجباك أوي، عجبتك أوي، فأنت قلت للراجل اللي واقف في المحل بكام دي يا عمو؟ قال لك دي ب 3 جنيه. قلت تمام، اديت له 3 جنيه وروحت وقعدت تاكل فيها لحد مثلا روحت البيت، وأنت قاعد تاكل فيها بقى وفرحان، شوكولاتة جميلة، ولقيت باباك بيقول لك انت بتاكل ايه؟ دوقني. باباك كل حته من الشوكولاته عجبته قوي، قال لك ايه، الله ده جميله قوي، جايبها منين؟ فانت قلت له يا بابا انا جايبها من السوبر ماركت. قال لك طب ايه، روح هات لنا منها، روح هات لنا منها 5. هي بكام؟ انت قلت له انا جايب الواحده ب 3 جنيه، روح هات لنا منها 5، بس خلي بالك اوعى الراجل يضحك عليك وياخد فلوس زياده. انت وانت نازل رايح للمحل تاني او رايح للسوبر ماركت علشان تجيب 5 شوكولاتات، او انت بتفكر وبتقول هو انا هدفع للراجل كام؟ انا خايف برضو للراجل يضحك عليا او ياخد فلوس زيادة، ما انا مش صغير ما يضحكش عليا. طيب هل يا ترى وانت نازل او رايح للراجل او رايح للسوبر ماركت هتقعد تقول 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 5 مرات؟ طب ليه؟ ما نعملها بالتايمز تيبل. مش انت حفظت التايمز تيبل؟ يبقى انت عايز تجيب خمس شوكولاتات والواحده ب 3 جنيه على طول، تقوم انت عامل تايمز 3 تايمز 5. 3 تايمز 5 ايكوالز 15. يبقى انت كده هتدفع للراجل 15 جنيه. من غير بقى ما تقعد تقول 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 و3 وقعت هنا و3 وقعت فوق و3 اللي وقعت من هنا حاجة هتشتري منها كتير على طول بالتايمز تيبل. عرفت بقى فايدة التايمز تيبل؟ عرفت ليه كل الناس تقول لك احفظ التايمز تيبل، احفظ التايمز تيبل؟ لأنك أنت لو حفظته الماس بالنسبة لك هيبقى مادة سهلة جدا جدا جدا، لأن الماس ده كله سواء في سنة ثالثة أو في سنة رابعة أو في سنة خامسة أو أي سنة دراسية خلاصته في التايمز تيبل. حفظت التايمز تيبل الماس بالنسبة لك هيبقى سهل. وتعالوا يلا نبتدي الدرس، يلا بينا. هنا يا شباب بيقول لي ايه؟ هنا يا ولاد بيقول لي ايه؟ جانا بوت، جانا اشترت 3 باكس اوف بينج بونج بولز. اتش باك اللي هو الباكيتات اللي فيها كور البينج بونج. اتش باك هاز 5 بولز، كل باك من دولت فيهم خمس كور. هاو ميني بولز ار ذير، كم كور معاها كلها؟ يبقى هي معاها 5 باكس 3 باكس، وكل باك فيه كام؟ 5 بولز. يبقى نعمل ايه؟ نعمل تايمز، هتبقى 3 تايمز 5 عشان تعرف عدد الكور. ما هو انت مثلا معاها 3 باكس اهيت، معاها 3 باكيت، كل باكيت فيه ايه؟ 5 بولز. هنا برضو 5 بولز، هنا برضو 5 بولز. هتقعد تقول 5 بلس 5 بلس 5، هتقول يا مستر طب انا لو قلت 5 بلس 5 بلس 5 اكون طلعتها بسرعه، بالنسبه لي البلس احسن من التايمز. لا، افرض مثلا جاب لك ارقام كبيره، افرض مثلا انت كبرت في السن وعايز تبقى تاجر، هتروح للراجل مثلا وتشتري بضاعه وتروح تقول له استنى مجمع على صوابعي 10 زائد 10 زائد 10، لا طبعا هيضحك عليك. فعلى طول بنعمل تايمز، هتبقى 3 تايمز 5 ايكوالز 15. اندي داونلودد 3 جيمز، اندي حملت 3 العاب اونتو هيز تابلت، على التابلت بتاعها. تعرف تحملوا العاب؟ ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك الدروس الجديدة أول بأول، وكمان لو الفيديو عجبك ياريت تعمل له لايك. The next day في اليوم اللي بعديه he downloaded 3 more، حملت كمان 3 ألعاب. يبقى هنا حملت كام لعبة في اليومين؟ في اليومين 2 days 2 days، وحملت في اليوم الواحد 3 games، فبنعملهم times 2 times 3 equals 6.
A guitar has six strings. String يعني خطوط اللي هي في الجيتار أو الأوتار. How many strings are there in two guitars؟ يبقى في عندي كم وتر، الوتر اللي احنا بنلعب عليه على الجيتار، في اتنين جيتارز هتبقى من ايه؟ 2 times 6. 2 times 6 equals 12. There are 5 apples in a box. There are 5 apples in a box. في 5 تفاحات في صندوق. How many apples in 2 boxes؟ فطبعا هيكون 2 by 5 equals 10. نقرأ ونفهم عشان تعرف تحل. أحمد has 2 packets of sweet. أحمد معاه 2 باكو أو 2 باكتس من الحلوى. Each with 5 pieces of sweet. كل باكو من دولت أو كل باك في كام؟ 5 pieces of sweets. في 5 قطع من الحلوى. How many pieces of sweets أحمد has؟ كم عدد الحلويات اللي أحمد اللي مع أحمد؟ زي ما قلنا طبعا هنعمل times table 2 times 5 equals، فكر كده قول يلا 2 times 5 2 times 5 2 times 0 0 2 times 1 2 2 times 2 4 2 times 3 6 2 times 4 8 2 times 5. Carpet store has 3 commercial every hour on a local television. معرض سجاد يا ولاد عامل 3 اعلانات يظهر على التلفزيون كل 3 مرات كل 3 كل ساعة. ده معنى السؤال. A carpet store has 3 commercial every hour. عمل 3 اعلانات. عارفين الاعلانات اللي بتظهر في التلفزيون في المسلسلات والافلام؟ هو ده بالظبط. Every hour في كل ساعة. كل ساعة بيتعرض كام اعلان؟ 3 اعلانات. او الاعلان بيتعرض 3 مرات. On a local television station على التلفزيون المحلي بتاعنا. How many commercial will the store have in 6-7 hours؟ يبقى الإعلان ده هيشتغل كم مرة في 7 ساعات 7 hours؟ يبقى الساعة الأولى 3 times والساعة الثانية 3 times والساعة الثانية هنعمل لا هنعمل إيه؟ times 3 times 7 equals 21. An apartment building has 4 floors. مبنى في 4 طوابق. 4 floors. طابق 4 أدوار. There are 3 apartments per floor. في كل دور من دولت في ايه؟ 3 أقسام. أو ممكن نقدر نقول 3 شقق. يعني الدور الواحد فيه 3 شقق، يبقى البيت كله فيه كم شقة؟ هنعمل برضو times 3 times 4 equals 12. لو فرضا انت مثلا عايش في عمارة كبيرة، العمارة مثلا فيها 8 floors يعني 8 ادوار. طب كل دور فيه كم شقة؟ 2. يبقى انت كده عندك كم شقة؟ هنعمل times في العمارة كلها هتبقى 16. A jar of marbles holds 8 marbles. How many marbles are there in 4 jars? برضو هنعمل time table. Adam runs 2 hours every day. آدم بيجري ساعتين كل يوم. طبعا الجري كويس. What is the number of running hours in 9 days? يبقى بيجري كم ساعة in 9 days؟ 9 أيام. برضو هنقول 2 times 9 equals 80. Rana saw 6 dogs in a garden. Rana شافت 6 كلاب في الحديقة. How many legs do the 6 dogs have؟ يبقى كده في كم رجل؟ عايزين نعرف عدد أرجل الكلاب دولت. طبعا هما كام dogs؟ 6 dogs. طب كل كلب عنده كم رجل؟ 2 1 3 4 أو 1 2 3 4 عشان نعرف عدد الأرجل. 6 times 4 equals 24.
وبكده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، وإن شاء الله نكمل في الحلقة اللي جاية. خلي بالك من أول الحلقة الجاية لازم تحفظ التايمز تيبل كويس أوي أوي أوي، علشان عندنا درس مهم أوي 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 ومش هتفهمه إلا بحفظ التايمز تيبل. أشوفكم على خير بإذن الله. سلام.